ويحقق المفاجأة. وليه لا؟ وليه لا؟ تقدروا، والله تقدروا. انتوا لعيبة بجد، انتوا فريق متكامل بجد، بتعرف تلعب، ما تخافش. اهم حاجة ان احنا نلعب نكون مؤمنين بقدراتنا. كله يقول يا رب، كله يقول يا رب يا عالي انصر مغربنا الغالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين الكرام، متابعين الاعزاء، اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهاتنا على قناتي وقناتكم اللبات تي في. وكنت حابب في هذا الفيديو السريع الصباحي الطالع من المملكة المغربية اوجه فيه رسالة لاخواتي المغاربة واخواتي الجزائريين واخواتي التوانسة اللي موجودين في قطر بيحضروا كأس العالم 2022، واللي احنا كلنا كعرب وكمسلمين فخورين بانه موجود في دولة عربية اسلامية شقيقة عند اخواتنا القطريين، وكلنا موجودين في قطر عشان نساند جميع الدول العربية المشاركة في هذا المهرجان العالمي والدولي، واللي كل انظار العالم دلوقتي متجهة نحوه، وكل العالم اللي وصل الى 8 مليار شخص تقريبا 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 من ال 8 مليار حوالي 6 مليار بيتابعوا هذا الحدث العالمي. عايزين نبين لهؤلاء الناس وهؤلاء المشاهدين في جميع دول العالم ان احنا كعرب اخوة متحدين، نحيد اي خلافات ما بيننا، نحيد اي حزازيات ما بيننا، نحيد اي شيء ممكن يعمل فتنة ما بين الاخوات مع بعضهم. كلنا عايزين نشجع جميع المنتخبات العربية ونرفع راياتنا، مفيش اي مشكلة. ولكن رسالتي موجهة للاخوة الجزائريين بالاخص، ونظرا للي بتعيشه دولة المغرب والجزائر من يعني هنقول ايه توترات على المستوى السياسي وعلى مستوى الحكومات، فمش عايزين هذا التوتر بالتبعية ينتقل الى الجمهور، لان هما في النهاية وفي البداية كلنا كعرب وكمسلمين وكأمازيغ وكلنا في افريقيا وفي الدول الاسلامية اخوة بنحمل دين واحد، وكلنا بصرف النظر عن الدين حتى كمان اللي كلنا بنؤمن بيه هو دين الاسلام، بصرف النظر عن دينك وديانتك وانتمائك السياسي، وهنقول بصرف النظر عن انت مع او ضد، بصرف النظر عن وجهة نظرك في اي مشكلة قائمة ما بين الدولتين، نتمنى ان انت تبعد بكل هذه المشاكل وكل هذه الحساسيات في هذا الوقت الراهن اللي كلنا المفروض نقف جنب بعض. ونتمنى من اخواتنا الجزائريين عدم استفزاز اخواتنا المغاربة في قطر، لا بكلام ولا برايات ولا 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 استفزاز لحركات ولا بتشجيع ولا يعني. هنشجعهم، نشجعهم معاهم، نحاول ان كلنا نرفع رايات المنتخبات اللي موجوده في البطوله اللي بتلعب في البطوله. مش مفيش حاجه ومش عيب انك ترفع رايه بلدك، ولكن لو كانت الرايه دي ممكن تسبب تخلي شخص واحد بس في كل هذا التجمع يتصرف تصرف الناس تلومه عليه، يتصرف تصرف يكون احمق، يثير فتنه بين الجماهير وبعضها، ويبقى العالم كله بيتفرج علينا ويشوفنا واحنا بنتدابز مع بعض واحنا بنتخانق مع بعض. كفايه السوشيال ميديا، وكفايه الناس اللي شايفانا عمالين نعمل ونقول كعرب ونضرب في بعض، كفايه ده، كفايه والله. دابا عايزين نوضح للعالم فعلا حبنا لبعض، وان احنا اخوه وان احنا متحدين. مش مجرد كوره ممكن تفرق بينا، مش مجرد مشاكل سياسيه ممكن تفرق بينا. ابعد السياسه دابا، احنا في كوره، في لعبه، يعني في روح رياضيه. يعني لا انت تيجي عليا ولا انا اجي عليك، خلينا نكون كلنا اخوه بجد متحدين، كلنا ورا منتخب المغرب، ورا منتخب السعوديه النهارده،
اللي هيلعب وانا بسجل الفيديو ده تقريبا باقي ساعة على ماتش السعودية، وكلنا في انتظار ان السعودية تقدم مباراة رائعة وتقدر تفوز، وقطر لسه قدامها فرصة في المباراتين الجايين، والمغرب ان شاء الله غدا يقدم لنا مباراة رائعة ويقدر يحقق نتيجة كبيرة ويفوز على منتخب كرواتيا ويحقق المفاجأة. وليه لا؟ وليه لا؟ تقدروا، والله تقدروا، انتوا لعيبة بجد، انتوا فريق متكامل بجد، بتعرف تلعب ما تخافش. اهم حاجة ان احنا نلعب نكون مؤمنين بقدراتنا وما نخافش، ما نخافش، هنأدي. لو خفنا مش هنقدر نأدي ونلعب في اي مباراة. ونتمنى التوفيق لجميع منتخباتنا العربية في هذه البطولة. وكان فيديو ورسالة سريعة لاخواتي، كل اخواتي اللي موجودين في قطر، كان نفسي اكون معاكو واكون اول واحد يحضر في التيران رافع الراية المغربية، وصدقوني ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هنقدم مباراة عالمية رائعة ونقدر نحقق فيها الفوز. كله يقول يا رب، كله يقول يا رب يا عالي انصر مغربنا الغالي، يا رب يا عالي انصر مغربنا الغالي. ان شاء الله باذن الله نقدر نعمل نتيجة كويسة غدا باذن الله، ونفوز على منتخب كرواتيا، ولاعيبتنا تكون قد المسؤولية وتكون رجال بجد، ويقدموا مباراة يلعبوا فن كورة بصرف النظر عن النتيجة. يلا نشوفكم ان شاء الله غدا في فيديو المباراة. استنوا مفاجأة كبيرة هتكون في الفيديو اللي جاي، فيديو مباراة المغرب وكرواتيا.